كتشوفوا هاد الصينية ديال النحاس فيها هاد البقع هادو، غادي نجربو نديرو التحدي ديال اننا نحكوها بالحامض والملح. ها الحامض ها هو عندي، وها الملحة كندير بحال الطريقة هادي، نبدأ ندير هاك وغادي نعاون بهاد سلك المواعين او جيكس، غادي هو اللي غادي نحك بيه. هذا مزيان كاين في متجر بيم في المغرب، كيحك مزيان، كيدي كيصمد كيعيش مده طويله، انه ما كيصديش كيطلقش الصدى. غادي نكمل هكا حتى نكمل الصينيه كلها. غادي نحيد دابا هذا وغادي نعاون هذا اللي كنت وريتكم المره الاولى. كاين شي بقع تلمعت، غادي نلمعوها بنفس الحيله. ها هو طرف او قطعه ديال الحامض، كندير لها هكا كنحاول انني ندير فيها الماء. كنبدا انا غندير لكم غير النصف، كتشوفوا انه من اللحظه الاولى كيبدا يبان الفرق. شوفوا هذيك اللي كانت كحله، شوفوا الفرق ما بين الجهة اللي حطيت فيها الحامض والجهة اللي باقا ما حطيتش فيها الحامض. نبدا على هاد الجهة كنستمر كنضغط شويه بحال هكا، ثم غنمشيو للوسط كاع. ضروري انني ندير هكا بالملح، ان الحامض والملح كيتفاعلوا كيعطونا نتيجه مزيانه. دابا جا الوقت ديال الجيكس او سلك المواعين، هذا هو اللي قلت لكم ما كيصدي ما والو، يبقى مده طويله هو عندك. تنبقى مع هادي حتى تحيد او تقل متبقاش باينه بزاف. كاملة ديال الصينية ديال النحاس هادي غادي نقلبها بنفس الطريقة، بنفس الطريقة غادي ندير هكا. كتشوفوا الفرق، دائما ندير الملحه ان هي هي كتعاون الليمون او الحامض، وغنبقى هكا اخير نعاون بهذا حتى نكمل. نكمل هكا غادي نبدا نشلف بالماء. الطريقة مزيانة لأن الأواني أو القطع كتغسل بالماء.
غادي نجيب منشفه ديال المطبخ تكون مزيان، تكون نظيفه ومسحها مزيان، نشفها من الماء او ورق المطبخ حتى هو كيعطي نتيجه مزيانه. كنمسح بهذا الشكل هذا ونحطها في الشمس ديال الصوار. عندي هذا النحاس باش الملح كالعاده والحامض او الليمون، وهذا غسيل سائل المواعين، وهذا سلك المواعين او جيكس اللي ما كيصديش. غادي نحاول نفصل هذا لانها كتحل. هذوك درت فيهم تجربه لمعتهم من قبل، دابا غنعاودهم. قطعه نحاول نمرر عليها كاملة. راح تبان المكان اللي ما موصلتيش كيبان لك الفرق. من بعد غادي نستعمل هذا باش نستعمل الماء من بعد. لان الملح كما كتعرفوا كترشي وغادي تاكسد الحين النحاس. هاد البلاصه هادي القطعه هادي مدارتش مزيان، غادي نعاودها باش منين ندوز عليها السلك وغادي نديها نشللها. كندير السائل الغسيل وغادي نشللها بالماء. غادي ندوز عليها بالماء، نحاول ما نخلي حتى شي بقعة. انا دابا شللتها، غادي نمسحها كثير ديال المطبخ ومن بعد غادي ندير ورق المطبخ باش تنشف مزيان تكون لامعه مزيان. ورق المطبخ كنحاول نشمعه ونكمشه باش ما يبقاش مشمع. نحاول نشفها مزيان، إذا كان عندكم حتى الورق ديال الجرائد راه مزيان. هانتوما كتشوفوا انا كنشلل في هذه القطعه، حكيتها من التحت
نكب عليها الماء. هانتوما في الأخيرة البنات أنا كملت، نحط هكا بالسائل ديال المواعين، سائل الغسيل المواعين، وغادي نشللها. غادي نشللها من التحت لانني حكيتها حتى من التحت باش ميبقاش فيها كاع الملح ولا الحامض الليمون باش ميكسرش من الكاس. احنا قراب من البحر دائما الرطوبة كتحصل لينا النحاس وكنلمها. كما كتشوفوا انا حطيت القطاع دابا للشمس باش يكتسبوا لمعان جيد. كل وحده وحطيت كل قطعه حطيت معاها الادوات ديالها الشمس. ها هما خليهم حتى ينشفوا عاد نركبهم. كما كتشوفوا معايا هاد السطيلات او هاد القطع كيف كانوا قبل ما كل من غادي نلمعهم. انا حطيتهم في الحوض ديال المطبخ وغادي نلمعهم بالحامض والملح. شوفوا البنات الفرق، هذه ملمعه وهذه باقا ما تلمعتش، ما كايناش حتى دقيقه انها صارت باحسن شكل. كتشوفوا البنات انا كملت هاد حطيتهم في الشمس لان الشمس عنصر اساسي للفضه والنحاس باش كيزيد اللمعان ديالهم. بما انهم صغار حطيتهم فوق هذا ديال المكيف او الكليماتيزور لا كليم